ورجعنا لكم تاني. طبعا ده كان تقرير مصور من افتتاح احد المساجد بقريه السباغين مركز كفر الدوار، وحضر طبعا لفيف من القيادات التنفيذيه والقياديه بالمحافظه طبعا في افتتاح هذا المسجد. كان احمد مرزوق رئيس مجلس مدينه كفر الدوار، وطبعا مدير عام اوقاف البحيره، وطبعا حضور اهل القريه الحاج سمير عطيه حنيش والحاج عبد السلام مرسي حنيش والاستاذ صلاح عبد السلام الصباغ والحاج سعد علي الصباغ والحاج جمال حسن حنيش والاستاذ كريم سمير عطيه، وطبعا لقائمين على هذا المجهود الخير والمحترم. طبعا في هذه الفقره انضم الي ضيفين كريمين عزيزين، الكابتن رضا الحريف مدير فني نشئ العمال مواليد 2006. اهلا وسهلا كابتن رضا. اهلا وسهلا حضرتك، منورنا يا كوتش. الله ينورك. ومعايا طبعا الكابتن محمد سالم المشرف العام على قطاع البراعم بمركز شباب الجزيره بالقاهره لحراس المرمى. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا حضرتك. مبارك يا احمد. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه عايز اتكلم، طبعا مش هنتكلم بقى عن الـ الـ القياده الفنيه، ولكن هنتكلم بقى عن الشغل المعمول صراحه، لان انتم ماسكين صفحتين مهمين على التواصل الاجتماعي، اذا كان صفحه رضا الحريف او صفحه كابتن محمد سالم، طبعا صفحه الدوري رابط الدوري القسم الرابع والناشئين والبراعم اف سي. يعني حاجه كويسه وحاجه ملحوظه، طبعا اعداد رهيبه بتشارك وتتابع هذه الصفحات. هنبدا كابتن رضا بالنسبه للنتائج، اذا كان في قطاعات الناشئين او قطاعات البراعم بالنسبه لمنطقه القاهره ودوري الجمهوريه. هو السنه دي الحمد لله الدوري يمكن متاخر شويه، بدا متاخر لكن بادئ قوي جدا جدا. من مواليد 2010 و11 و12 كانت البدايه بدخول فرق كبيره. تمام. مجموعه 2008 مثلا فيها الاهلي وانبي الفريقين مكتسحين من اول اسبوع، يعتبر هو مهرجان ما بنحسبش النقاط، لكن لان الولد البرعم ما بيخش في جو المنافسات. اهم حاجه من المنطقه هم عاملين ان الولد يخش في الجو يتعلم صح، حتى في حاجات كتيره بيتعلمها. لما بيعمل خطا الحكم ذات نفسه بيوقفه ويصححه له. تمام. ودي حاجه كانت كويسه الحمد لله، يعني لما تيجي تتفرج عليهم تحس ان في مستقبل مشرق للولاد الحمد لله. ده مسابقه 2008. في مسابقه 2008 مش شغالين كويس قوي الاهلي وانبي، طبعا بقيادات فنيه كبيره في الاهلي عامل اكتساح، اخر ماتش ليه كسبان الشمس 8 عنده. تمام. والناحيه الثانيه المجموعه الثانيه المقاولين والجيش والنصر فريقين ما شاء الله ماشيين كويس جدا، المقاولين بقياده كابتن حسن والجيش بقياده عماد عبد الجابر. كابتن عماد عبد الجابر شغال معاهم السنه اللي فاتت وعامل نتائج كويسه جدا جدا السنه اللي فاتت والسنه دي. الاهلي معاه كابتن اسامه زكي ما شاء الله طور من الفرقه، اختلفت عن السنه اللي فاتت بطريقه رهيبه. الولاد تحس ان هم فرقه كبيره منتشرين في الملعب كويس قوي قوي. تمام. في برضه فرقه الداخليه بقياده كابتن هاني عبائي ماشيه كويس، وتحت قياده طبعا اشراف كابتن هيثم جبريل المشرف على قطاع البراعم برضه في الداخليه. عامل شغل جامد قوي قوي، وده يحسب برضه في قطاع الجيش. يعني قطاع الجيش ما شاء الله لما تيجي تتفرج على الفرق كلها 2010 11 12 2009 2008 2007 قطاع مميز السنه دي قطاع البراعم. العميد محمد المهدي عامل معاهم شغل جامد قوي، مهتم بالقطاع حتى في الناشئين. يعني فرقه 2007 الاسبوع اللي فات كسبانين المقاولين في المقاولين، وهو كان حاضر الملعب اللي هو عميد محمد عمادي. فلا شغالين شغل كويس يعني في طفره كويسه في قطاع البراعم والناشئين بنادي طلائع الجيش. ما شاء الله بقياده يعني العميد محمد المهدي. وفرقه طبعا عندك دوري 2007 الاسبوع اللي فات يعتبر مجموعه احنا بنسميها مجموعه الموت، الشرطه والجيش والاهلي والمقاولين. الاهلي مجموعه موت يعني. مين المتصدر بقى كابتن؟ الشرطه دلوقتي لاعب 4 ماتشات معاه 12 بونت، المقاولين 5 معاه 12 بونت، والاهلي لاعب 4 ماتشات معاه 6 بونت، خسران من النصر وخسران من الشرطه. والجيش الفوز بتاعه بتاع في ملعب المقاولين رفعه لفوق ولعب 4 ماتشات، بقت المجموعه نار، ما تعرفش مين فيهم دلوقتي مين اللي مكمل الاول فيهم يعني. كويس والله مجموعه كويسه. كابتن محمد سالم كلمنا كده عن مجموعه القاهره بالنسبه للقسم الثالث. مجموعه القاهره كابتن القسم الثالث المنافسه شرسه جدا. بنها في المقدمه برصيد 17 نقطة. بنها الأول برصيد. أيوة. 14. يليه نادي اسكو ب 16 نقطة. تمام. الغابة ب 15 نقطة. البلاستيك ب 14 نقطة. حضرتك كابتن لما تيجي تبص على الفرق اللي تحت، الفرق اللي تحت دي أصحاب الإمكانيات العالية جدا. هم تحت. أمثال مصر التأمين. الشمس. العبور. الشمس. الشرطة. الأندية دي فيها فلوس كتير جدا.
والانديه اللي فوق ذلك الانديه اللي فوق يعني امكانيات الماديه قليله، ورغم كده هم في المقدمه. ومش معنى كده ان هم قريبين من ان هم هيصعدوا، الدوري لسه طويل، لسه طويل وكله يعني كله هيوقع بعضه، ده هيكسب وده هيطلع فوق وده هينزل تحت. طول الدوري طول الدوري كلام. هي منافسه شرسه جدا ما بينهم. تمام، دي مجموعه القاهره، دي مجموعه القاهره. طيب اول اربع فرق، اول اربع فرق. طيب بالنسبه لمجموعه الجيزه، مجموعه الجيزه كابتن الاتصالات في المركز الاول ب 20 نقطه، الثاني القومي 18 نقطه، كابتن هاني العقبي القومي كابتن حاتم حسن خد الفرقه من الدرجه الرابعه. حضرتك احنا كنا متابعينه في الدرجه الرابعه لما كان معانا، حاتم عامل شغل كويس صعد ما شاء الله وماشيين كويس جدا، عندهم 18 نقطه وكاسكاده 16 نقطه. يعني شوف حضرتك في فرق قديمه في الدوري ورغم كده هم تحت، وكاسكاده لسه صاعد وفوق. الاتصالات انا شايف من وجهه نظري يعني اللي هو الاتصالات الاقرب للصعود، انا شايف كده يعني الامكانيات وفرقه كويسه، وكابتن هاني عامل شغل جامد معاهم، وانا كابتن هاني العقبي عامل معاهم شغل جامد جدا. نتمنى التوفيق للجميع كابتن ان شاء الله. طبعا معايا مكالمه هاتفيه الكابتن اسلام محمد مراسلنا من النادي الاهلي. كابتن اسلام اخبارك؟ كابتن احمد تحياتي لحضرتك، تحياتي لكل متابعين برنامج ملاعب بلدنا، وتحياتي لضيوف حضرتك الكرام. حبيبي كابتن اسلام، سريعا اخر اخبار النادي الاهلي والمستجدات وبعض الكواليس. حبيبي يا كابتن احمد، بما ان حضرتك يعني متخصص في موضوع الروح الرياضيه ونبذ التعصب، احب ابارك لحضرتك النهارده على فوز الزمالك وتصدر الزمالك الدوري. في حاله على السوشيال ميديا، يعني عايز اقول لحضرتك الناس كانها مش مصدقه نفسها، يعني انت فاهمني ان الزمالك متصدر، فحاجه غريبه. يعني الزمالك فريق كبير ومبروك عليه التصدر مؤقتا يعني. كابتن طيب اخر اخبار النادي الاهلي يا كابتن. تمام، هو النهارده زي ما قلت لحضرتك في كان في تمرينه النهارده قويه جدا. مستر موسيماني اكد على اللعيبه النهارده، طبعا الاهلي فقد نقطتين سميتين. طبعا مش عايزين نتكلم في موضوع التحكيم لان ده موضوع لو فتحناه هيبقى موضوع كبير جدا يعني. تمام، فمستر موسيماني النهارده اكد على اللعيبه ان اللعيبه تركز بس في الملعب، ما حدش يركز مع التحكيم خالص، و الاداء في الملعب هو اللي هيجيب النتيجه. الاهلي النهارده طبعا الورقه اتعملت، الاهلي هيقابل فريق الاتحاد القطري اول مباراه ان شاء الله يوم 4 فبراير باذن الله في افتتاح كاس العالم للانديه، وان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله. وفي حاله فوز ان شاء الله النادي الاهلي هيوقع ان شاء الله، هيبقى مباراه قويه جدا مع فريق بايرن ميونخ، وان شاء الله خير باذن الله. النهارده التمرين يا كابتن احمد الفريق النهارده مركز، اللعيبه كلها متواجده، الفريق كله كامل يعني ما فيش حد ناقص تقريبا. النهارده برضه على هامش المران تم تمديد عقد محمد شريف موسمين، وتم تمديد عقد علي لطفي برضه 3 مواسم. وعايز اقول لحضرتك حاجه يعني مهمه جدا في حته اللي هو التمديد بتاع عقد علي لطفي ده، في الوقت بالذات اللي احنا موجودين فيه ده، علي لطفي دايما يعني بيقع يعني بيدخل في مباريات مهمه جدا. يعني برضه لو رجعنا للموسم اللي فات، علي لطفي كان بعيد عن المباريات، ولما رجع مباراة بيراميدز، فان شاء الله نتمنى له التوفيق، وكل جمهور الاهلي بيدعمه وبظهره ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسلام محمد مراسلنا من النادي الاهلي. طبعا شكرا حبيبي. طبعا كابتن رضا، ما زلنا برضو في قطاع البراعم والناشئين منطقة القاهرة. السنة دي كابتن احمد يمكن اول بطولة ل 2006 بطولة الجمهورية عشان تجميع المنتخب. البطولة قوية جدا، مجموعتين، المجموعة الأولى الأهلي والإنتاج والإسماعيلي. طبعا الإنتاج معاه قيادة فنية كابتن سيد غريب، ودخل السنة دي ما شاء الله 2006 2006 21 بونت من 7 مطوشة، مكتسح وراه الإنتاج محمد 13 عبد الله عامل شغل كويس صراحة مع الإنتاج. ماشي ما شاء الله كويس تاني وراه، وراهم الإسماعيلي 12. تمام، المجموعة التانية بيراميدز وإنبي وزمالك والمقصة، الزمالك أول وإنبي وراه بكيادة سعيد مصري مدير فني محترم قوي قوي، عامل شغل جامد قوي معاهم. تمام، في طبعا دوري تصفيات قطاعات القاهرة، المجموعة الخامسة فيها شغل جامد قوي، فرقة ناشئ العمال ماشية أول، هي الاتصالات عندهم لقاء يوم السبت نار يعني بمعنى أصح، على زعامة المجموعة الفريقين كسبانين 7 مطوشة بتوعهم. تمام، وعندنا قطاع شغال كويس قوي، قطاع الزرقاء ما شاء الله فرقة 99 متصدرة الجدول ب 10 نقاط. تمام، و2001 داخلة بقوة الزحف عن الصدارة والماتش اللي فات، و2003 ما شاء الله ماشي تاني
2002 فوزين وتعادل، 2005 اول، و2006 في قطاعات شغاله ما شاء الله كويس قوي السنه دي. طيب الحمد لله. كابتن محمد برضو القسم الرابع لانديه القاهره. اقول لحضرتك كابتن احمد ناخد المجموعه الاولى. المجموعه الاولى هنا في حاجه يعني مش موجوده في كل المجاميع، اللي هي كل اللي هنا المجموعه الاولى كله لعب خمسات. تمام. كله لعب خمس مباريات. لما نيجي لحضرتك عند باقي المجاميع هتلاقي كل المجاميع في فرقه باي اسبوعين وفي فرقه باي اسبوع بسبب كاس مصر. فهنا معنت كده ان مفيش فرقه من الفرق دي دخلت كاس مصر اللي هم المجموعه الاولى. هنيجي مثلا المجموعه الاولى ترتيب اول في اربع فرق كوتش. الطائرات الاول برصيد 12 نقطه من خمس مباريات. منشيه ناصر كابتن عمرو فوال عامل فرقه كويسه اللي كانت بتلعب الترقي السنه اللي فاتت. تمام. عندها 11 نقطه في المركز الثاني. عندك شرق حلوان لعب خمس مباريات عنده 10 نقط. تمام. المركز الثالث. المركز الرابع كفر علو 9 نقط. تمام. ده بالنسبه للمجموعه الاولى. طب المجموعه الثانيه كابتن؟ المجموعه الثانيه طبعا الايديال في الصداره برصيد 12 نقطه. تمام. لعب خمس مباريات. يليه المطريه لعب خمس مباريات 10 نقط. تمام. هنيجي على التربيه والتعليم. الرابع 10 نقط ولعب اربع مباريات عشان كاس مصر كان بيلعب مستقبل وطن في كاس مصر. وبعد كده مدينه نصر 10 نقط لعب اربع مباريات. اما نيجي بقى نتكلم على التربيه والتعليم، التربيه والتعليم السنه دي شكل تاني. تمام. كابتن تامر عبده مدير فني على اعلى مستوى. عامل شغل كويس مع الفرقه واللعيبه ما شاء الله لعيبه على اعلى مستوى. كابتن ثروت عويس مدير الكوره موفر كل حاجه للفرقه بصراحه من لبس وماديات والفرقه ما شاء الله شكلها ممتاز السنه دي. نخش على المجموعه الثالثه؟ نخش على المجموعه الثالثه. ماشي اتفضل. المجموعه الثالثه طبعا عين السيره في المقدمه من اربع مباريات 10 نقط. تمام. الدكتور عدي ابراهيم مدير فني على اعلى مستوى عامل شغل كويس قوي السنه دي. تمام. عند البساتين اربع مباريات 10 نقط. المصري القاهري خمس مباريات 10 نقط. والمصري القاهري السنه دي بدون الكابتن تامر المصري مدير فني كان الفترات بقى له يمكن 7 أو 8 سنين ماسك الفرقه. السنه دي هو مش مع الفرقه فدي. تمام. برضو والفرقه رغم كده الفرقه ماشيه كويس. المجموعه الرابعه الاخيره تقريبا. المجموعه الرابعه. هي المجموعه الرابعه كابتن مين متصدرها؟ المجموعه الرابعه المتصدر النادي النوبي بصراحه. فرقه كويسه جدا يا كابتن. تمام. لعبه خمس مباريات 15 نقطه. تمام. الضرب الاحمر بعديهم على طول الضرب الاحمر كابتن بكاد الكابتن اوسكار لعب خمس مباريات 13 نقطه. تمام. بعد كده الطيران لعب خمس مباريات عنده 10 نقط. الطيران السنه دي يا كابتن لسه برضه مذبذب النتائج. لسه وعندي باب الشعريه 8 نقط لعب خمس مباريات. المجموعه الخامسه والاخيره بكاد كابتن احمد عبد الله طبعا مدير فني كويس وكابتن محمد ابو سليم عاملين شغل كويس قوي يا كابتن. تمام يا كابتن. دي بالنسبه للاربع مجاميع. لو حضرتك عايز النتائج بتاعت الاسبوع النتائج موجوده كلها. ماشي كابتن رضا. بالنسبه في عجاله كده قطاع الناشئين او قطاعات الناشئين ناشئ العمال اتكلمنا عن ناشئ العمال في الختام كده. ناشئ العمال ما شاء الله السنه دي مع ثلاث فرق كويسين قوي ودي عشان واخداها شغل استثمار شويه الاستثمار الناجح معنى صح. تمام. فرقه 2006 و2005 و2004 يمكن فرقه 2005 حاله خاصه كمان لينا. مع كابتن كريم سامي فرقه 2005 ماشيه اول فوق مع الداخليه والجيش وراها. تمام. الاهلي في المجموعه دي؟ ايه؟ لا 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 المجموعه الثانيه ماشيه اول وراه الطيران وراه ثالث مستقبل وطن وفي مجموعه ثانيه القويه جدا برضو. تمام. مجموعه النصر والشمس وبيراميدز. الشمس والنصر اتعدوا الماتش اللي فات بدون اهداف والاثنين 15 بونت وراهم بيراميدز ب 10 بعيده. عندنا مجموعه في عجاله بتاعه 99 دي مجموعه قويه جدا بتاعه الاتصالات وحلوان العام ومصر الجديده واسمنت حلوان والعمريه ومصر بترول. الاول 10 بونت والسابع 7 بونت يعني فرق 3 بونت ماتش تلاقي نفسك فوق فحاجه الصراحه السنه دي جامده قوي يعني. حبيبي كابتن حبيبي. طيب في ختام هذه الفقره بقى لك شكر كده شكر خاص تشكر مين؟ اشكرك حضرتك لتواجدي معاك والله يعني وللقناه ومتشرف بيك دايما كده وشكرا لزوجك الله يخليك الله يكرمك. كابتن محمد لك شكر بقى طبعا يا كابتن احمد. بشكر حضرتك كابتن احمد على اللقاء دوت وشرف لي انا ان شاء الله يستمر كده باذن الله ان شاء الله يا كابتن. وانا طبعا من خلال برنامج حضرتك ملعب بلدنا انا لازم اشكر الكابتن جلال ثابت مدير قطاع رئيس جهاز كره القدم مركز شباب الجزيره وبشكر الكابتن منصور مدير فني القطاع وبشكر الكابتن عوض عبد الرحمن كابتن محمد ابو سعود ماير. الناس دي ليها فضل عليا كبير قوي كابتن وكابتن عبد الملك رحمه الله عليه
وبشكر طبعا حضرتك المره الثانيه. حبيبي يا كابتن محمد. كل مشاهدين طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا ضيوفي الكرام الكابتن رضا الحريف والكابتن محمد سالم، وان شاء الله تتكرر باذن الله عرض النتائج ان شاء الله في الاسابيع المقبله باذن الله. هنطلع لفاصل او تقرير مصور ونرجع لكم بفقره مواهب على الطريق وهي الفقره الاخيره.